لو الفرق كلها جاب الصفقات والهلال يبقى الحال على ما هو عليه، عليهم مجارات الهلال. يعني لو النصر جاب لعيب والقادسية جاب لعيب والاتحاد جاب لعيب والاهلي جاب لعيب، تبقى رقم واحد للهلال المنظومة. في صفقات بتيجي لنادي الهلال عشان تقدم بطولات لنادي الهلال. يعني اقل الاسماء اللي سمعناها في الصفقات الكبيرة جت نادي الهلال، وشفنا الاداء اعلى عند نادي الهلال. ليه؟ لان الهلال هو اعلى بالنسبة لإدارة نادي الهلال وجمهور نادي الهلال. اهم حاجة هتقدم لي ايه نتيجة وهتقدم لي ايه بطولة. الموسم اللي فات انا شفت غيابات حصلت في نادي الهلال كبيرة جدا، يعني غاب سالم الدوسري لم يتأثر الهلال ونتائج الهلال كان بسم الله ما شاء الله. غاب يعني متروفيتش الهداف للنادي للفريق ونفس الحكاية، الاداء والنتائج كانت كويسة جدا. غاب يعني مين؟ مالكم، وغاب ميشيل ديلجادو، غاب مين؟ غاب روبن نيفيز، غاب سافيتش. كل اللعيبه دي مرت عليها اصابات ما بين غيابات ايقافات واصابات، ونفس النتائج اللي حققها الهلال دوري وكاس وكاس سوبر بدون هزيمه. دي البطولات اللي حققها نادي الهلال، ده اللي حقيقتنا نشيد بيه ان نادي الهلال نادي كبير جدا. لازم تدور على اللي هي محتاجاه في الصفقات. اما الهلال اكيد اكيد هو عارف عاوز ايه وهيعمل الصفقات امتى ومع مين. مش اي لاعب هيلعب في الهلال. طرفتهم مثلا في عربيات وخروجات واللي واللي واللي، جيت اخر الشهر معاش ولا جنيه. انت خدت المليون جنيه دول مثلا زرعت بيهم حتة ارض، جيت اخر الشهر لقيت الارض جابت لك 2-3 مليون، فانت كسبت. فهو اسكرم ده صرف وده صرف وده صرف، بس الهلال فكر بعقل. انا ايه اللي يخدمني؟ ان اجيب رونالدو ولا ان اجيب لعيب يخدمني زي مالكم، صغير في السن، خبره، بيجمع بين الخبره والشباب. اجيب عندي مثلا سالم الدوسري. خد بالك كمان ان الهلال كان جاهز قبل البروباجندا دي كلها ما تحصل. يعني الهلال كان مرعب. يعني الهلال كان مرعب. صلى على النبي. حتى الهلال لو ما عملش صفقات يبقى هو الهلال. الهلال بمن حضر. بسم الله ما شاء الله. لا ويروح الفلان روح. بسم الله ما شاء الله عليهم. فاحنا بنتكلم كمنظومه. كمنظومه اداره الهلال بيرفكت. اللي احنا لما بنيجي نقول ان الهلال خلص الدوري السنه اللي فاتت مش معنى ان خلصوا خلاص، لا، ده خلصوا بفرق حوالي يعني عن المركز الثاني بحوالي 13 14 نقطه عن نادي النصر، وعن المركز الثالث بحوالي 30 31 نقطه. فانت ما بالك بقى بالرابع والخامس والسادس، كان الفرق قد ايه. انا اتمنى ان احنا ناخد السوبر. انا اتمنى. بس لازم ابقى صريح مع نفسي. لازم ابقى صريح مع نفسي. انا لو ما بصيتش على فرقه زي الهلال مثلا، واخد بالك، وعرفت ايه اللي بيميزها عني كاهلاوي، واعترفت له بيها على افضليته عني، لانه خد الدوري اكتسح الدنيا. لو انا كاهلاوي ما اعترفتش بالنقص اللي عندي، اللي مثلا الهلال عنده خط الدفاع بسم الله ما شاء الله، حارس المرمى تمام، خط النص تمام، الهجوم مرعب، انا كاهلاوي بقى ايه اللي ينقص فريق؟ بس الاشكاليه مش وصول القمه. الاشكاليه في المحافظه على القمه. انت دلوقتي كهلال على القمه، تمام، خد بقى تحافظ على القمه. قسم بالله انت ممكن تقعد. طب انا اتحدى حد يقول من بقى شو شو. انا بقول لك، انا بقول لك الهلال اقوى فريق في السعوديه. الهلال بالاداء. الاداء والارقام بتتكلم. الهلال اقوى فريق، تمام. حلو الكلام. وقلنا قبل كده على الفرقه انها تعمل ميركاتو عشان تلاحق الهلال. انما الهلال عايز يعمل الصفقات ده براحته. ما هو ميت فول 14، تمام. الله يا اكرم. الهلالي وراهن عليه طبعا. الهلالي وراهن عليه، وراهن عليه طبعا، الفريق وراهن عليه. طب واجي ابص الناحيه الثانيه في السعوديه، بسم الله ما شاء الله، والله بيفرحونا يا عم. النهارده انا وانت قاعدين وبنعمل لقاء وبنتكلم على كريستيانو وبنتكلم على محرز وبنتكلم على دوله، مين اللي ادانا الفرصه دي؟ اهلنا وحبايبنا في السعوديه. ان احنا نقعد نتكلم في مين؟ في عتاوله. ومين هياخد سوبر ومين هياخد دوري؟ وتستاهل تعمل له حوار وتعمل له لقاء ويتفتح له مليون قناه. هو مديك مجال ان انت تفتح على السوشيال ميديا، على القنوات الفضائيه، على هنا على هنا على هنا، على مواقع التواصل الاجتماعي، تفتح وتتكلم. ليه؟ هو مديك ماده دسمه تتعامل فيها. هل الهلال اشبه ما يكون، انت عارف اللي هو الجوكر اللي في كوتشينا ده؟ جوكر ليه؟ يا سيد الفضل. ممكن الهلال يكون فارق عن الفرق دي؟ لا، ممكن يكون الفرق الثانيه كلها السنه دي هتعمل حساب للهلال. يعني هو كل الفرق بتاعه الدوري السعودي هتعمل حساب للهلال السنه دي، فعايزه تظهر في الصوره. ما تقولكش ان النهارده الهلال هو كل سنه هيسيطر على كل البطولات،
انا ما اعتقدش انك انما الهلال متاقلم من الاساس. انت لسه بتتاقلم، انا متاقلم اصلا. تفرق دي الهلال ثمرة ناضجة، الثمرات اللي جايه دي لسه هتنضج، هنشوف. ما دام الهلال موجود تعالى قابلني، ما حدش هيعدي الهلال كده والله العظيم. انت هلالي يا صديقي، لك تكتب في القصه ده الهلال. انت هلالي وانا هكتب في الهلال. شخصيه البطل يا عم اكرم عند الهلال شخصيه متزنه. بمعنى ايه؟ بمعنى انه محافظ على القمه. خد بالك، محافظ على القمه مستحيل فعلا، محافظ على قيمته، محافظ على مستواه، جمهوره وراه. اقدر اقول ان هو قادر ان هو يكتسح اي حد، فلذلك يا صديقي لا خوف عن الهلال.